يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر القول بوجود عقل باطن للإنسان وعقل ظاهر، فهل هذا من جنس كلام الفلاسفة الملحدين؟ الله أعلم، لا ندخل في هذه الأمور، لأن هذه من أسرار الكون التي لا يعلمها إلا الله، وهم لا يعرفون عقولهم، حتى هم اللي يتكلمون ما يعرفون عقولهم، ما يدرون الشيء. نعم، فلا ندخل في هذه الأمور المتاهات غير علم، لأن الله ما كلفنا بهذا. الله أمرك بمعرفة الواجبات والمحرمات وما شرعه لك، هذا اللي أوجبه الله عليك. أما أنك تبحث في العقل أو في الروح أو في هذا، ما كلفك الله فيه. نعم نعم. والقاعدة في أمور الغيب أننا لا ندخل فيها، وإنما نتبع ما جاء في الأدلة الصحيحة، ما أثبته الله أو رسوله من أمور الغيب نؤمن به، ولا ندخل فيه بالتفاصيل وبغير علم. نعم.